يا صباح الخير على كل السادة المشاهدين اللي بيشوفونا. يوم جديد، نهاركم سعيد. النهاردة 13/2/2017، احنا موجودين مع حضراتكم على مدار ساعتين على الهواء مباشرة. وعايزة اقول لكل السادة المشاهدين هابي فالنتاين، او عيد حب سعيد على كل الناس، وعليكم وعلينا يا رب ان شاء الله. وخليني اصبح على اشرف ونستعرض معاكم اهم فقرات اليوم النهارده. صباح الخير يا اشرف، ازيك؟ صباح الخير دينا، صباح الخير مشاهدي نايل لايف، ونهاركم دايما سعيد مليان بالامل والتفاؤل لمصرنا الحبيبه، ان شاء الله تبقى احسن واحسن. عندنا فقرات متنوعه النهارده، بس هسمحوا لي كده استعرض ملحوظه فيها ايجابيه قابلتها امبارح. اتفضل. انا والدي تعبان صحيا كده شويه، وكنا عايزين نروح الشهر العقاري، عايزين نعمل توكيل كده خاص بالعيله. فدخلت على مديره الشهر العقاري وقلت لها ظروف والدي كذا كذا، مش هيقدر يجي ينزل من العربيه عشان كذا. اخذتني من ايديا في ساعتها على طول، وصلتني لموظف اسمه احمد، عمل لي كل حاجه خاصه بالاجراءات، مع ان في اجراءات كتير المفروض ان يبقى الشخص نفسه يبقى موجود في يعني عمل التسهيلات، عمل لي كل حاجه خاصه بالتوكيل اللي عايز يعمله والدي، وراح لغايه العربيه خلاه يمضي او خلاه يبصم و و و. على فكره الموضوع ده موجود كمان في المرور، قابلته برضه في المرور. هي يعني دي خدمه لكبار السن يا اشرف؟ كبار السن في الجهات الحكوميه، الوقت اللي هي الساده المرضى او الاباء المرضى، يعني اذا كان اب او ام. فدي حاجه ايجابيه، حاجه حلوه جدا ان احنا نقولها، بدل ما احنا طول الوقت بنقول الحاجات السلبيه. انا معاك جدا، معاك جدا. زي ما في سلبيات زي ما في ايجابيات، محتاجين ان احنا نركز عليها قوي في الفتره اللي احنا بنمر بيها في مصر. نعم. فاحنا بنبني بلدنا وبننميها، وزي ما في ايجابيات في سلبيات، ففي ناس شاطره جدا ان هي ترص السلبيات، وفي ناس تانية نقدر نقول ان هي شاطره جدا ان هي كمان ترص الايجابيات. احنا بنحب نرص الايجابيات، في ناس تانية بتحب ترص الايجابيات شاطره جدا مع نفسها تماما. وبعدين بيني وبينك يا دينا، طول ما الانسان بيفضل يقول السلبيات السلبيات السلبيات، مش هيجي له في حياته غير سلبيات. صحيح. انما لما يفكر في الايجابيات الايجابيات، احتمال كبير قوي يجي له ايجابيات. صحيح. لا، هو مش احتمال كبير، هو اكيد ان هو يجي له ايجابيات. يعني ان شاء الله هيجيبه ايجابيات، استبشروا خير يعني. بالظبط. سريعا عندنا فقرات ايه النهارده؟ عايزه بس اقول تفائلوا بالخير تجدوه ان شاء الله، يعني عشان نقفل الموضوع بتاع اشرف. فقراتنا النهارده احنا دايما بنبدا معاكم بفقره الصحافه، ومنورنا الكاتب الصحفي المتميز لتعليق على الصحافه والاعلامي الاستاذ محمد ابراهيم. تغطيه عامه ووجدي الرزق، الاستاذ وجدي رزق الصحفي بالاهرام، وزياره الرئيس اللبناني لمصر، واستقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس اللبناني. كمان هيكون معانا فقره عن مهرجان الشروق لابداع السينما الشباب، ومفروض هيقام مهرجان الشروق للشباب تحت شعار ابداع بلا حدود. ليصل المهرجان مشاركات كمان من سينما شباب الجامعات، كمان من دول عربيه بالمغرب والسعوديه ودول الخليج، اضافه كمان الى مشاركه جامعات ومعاهد من القاهره وجميع المحافظات. فريق فكرة، هو فريق عنده فكرة جميلة جدا هنعرفها في الفقرة، وخاصة بالتكنولوجيا والوعي الشباب في المدارس والجامعات لفايدة التكنولوجيا، انك انت تبقى واعي لموضوع التكنولوجيا. هيكون في ضيوفنا في هذه الفقرة أميرة السيد أحمد خالد محمد إبراهيم. وعن مبادرة حقي أعيش، الطالب محمود سعد طالب كلية الطب ومؤسس مبادرة حقي أعيش، وأسامة عبد الجواد من مؤسسي المبادرة، قرروا إن هم يعملوا مبادرة اسمها حقي أعيش. هنعرف إيه الهدف منها وليه سموها كده من ضيوفنا اللي مشرفينا زي ما ذكرت لحضراتكم في الاستوديو. إن شاء الله مش ملاحظة إن كل ضيوفنا تقريبا النهاردة شباب، في مبادرات شباب شباب شباب، هايل. 60% من المجتمع يعني. صحيح، بس زمان يمكن ما كناش بنهتم بالشباب، دلوقتي واضح جدا ان احنا بنهتم بالشباب وافكار الشباب. خلينا نبدا مع حضراتكم بس بعد الفصل. يلا يعني.